صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. سلام عليكم يا رسول الله، سلام عليكم يا سيدي يا حبيب الله، سلام على من كان القرآن حبيب قلوبهم، سلام على المؤمنين وعلى المتقين، سلام على المستهدين والمستنيرين، سلام على المخلصين لله في الإيمان والعبادة، في السلوك والأخلاق وفي الأقوال والأعمال، سلام على جزائرنا المحمية بالله. سلام عليكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم داخل وخارج الوطن. إذا نرافقكم في برنامج جديد، في شبكة برامجية جديدة، وفي موسم جديد لقناة القرآن الكريم 2023-2024، والتي أعدت لكم باقة منوعة وثرية من البرامج الراقية والهادفة التوجيهية والتربوية وكذلك الفقهية. سأرافقكم بحول الله في برنامج سلام عليكم رفقة زميلتي دلال ماضي في التنشيط، وأكيد برفقة طاقم حيوي من الصحفيين والتقنيين في الإعداد، في الإخراج وفي الإشراف، الذين أكيد لولاهم لما كنا لا نحن ولا هذا المكان ولا هذا البرنامج كما يظهر على الشاشة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. وبلغ نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وأكيد مشاهدينا الأفاضل تبقى الطاعات القولية من الأمور الواجبة في ديننا الحنيف، وكل من يبحث عن عبادة يسيرة وسهلة عليه فقط أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ويكثر كذلك من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما يقول الإمام حسن البصري رحمه الله سابقا، قال: تذوقوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم أبوابه، ونسأله كذلك أن يجعلنا دائما من ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، ونحن نعيش في ظلال أيام مباركة من شهر ربيع الأول، حيث عندما يهل علينا هلال هذا الشهر العظيم يحتفي ويستذكر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد النبي الكريم، نبي الإنسانية في أتم صورها، وكذلك رسول البشرية جمعاء. وتتعدد مشاهدينا الأفاضل
مظاهر الاحتفال والإحياء لهذه الذكرى، ودائما علينا أن نتجنب تلك المظاهر ربما المكروهة المضرة للسلامة الصحية. وفي هذا صدد المشاهدين الأفاضل، دائما تجدد المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني نصائحها وكذلك توجيهاتها المتعلقة دائما بأخطار ومخاطر استعمال المفرقعات وكذلك الألعاب النارية المهددة للسلامة الصحية وكذلك المرهقة لميزانية الفرد والأسرة. في هذا الصدد سنتحدث بحول الله عن مسؤولية المجتمع المدني في التوعية وفي التحسيس وفي مراقبة كذلك المواطن والمستهلك الجزائري في المولد النبوي الشريف. ونظرا دائما مشاهدينا الأفاضل لما تخلفه أيضا هذه المواد المفرقعات وكذلك الألعاب النارية من أخطار وكذلك من حوادث مأساوية، حيث تعج مصالح الاستعجالات في مختلف المستشفيات كل عام بحالات من الإصابات الكثيرة والخطيرة. وفي هذا الصدد كذلك سنحدثكم بحول الله، وفي المساحة المخصصة للحديث عن الشأن الصحي سنتحدث عن أخطار هذه المواد والمسببة في كثير من الأحيان في الحلوق وكذلك العاهات والتشوهات والمؤدية أيضا إلى إعاقات دائمة لا قدر الله. بحول الله سيقدم لكم أهل الاختصاص مجموعة من التوجيهات والإرشادات. ولطالما كذلك مشاهدينا الأفاضل تجندت المؤسسات والجمعيات الناشطة في المجال الخيري في مختلف المناسبات والمواسم الدينية وكذلك الاجتماعية لمرافقة الأيتام، لمرافقة العائلات المحتاجة والمعوزة من خلال مختلف الحملات الإغاثية والخيرية. في هذا الصدد كذلك سنستقبل واحدة من الجمعيات الجزائرية دائما للحديث عن برنامجها المتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وأولى موضوعاتنا مشاهدينا الأفاضل في برنامج سلام عليكم سنتحدث عن شخصية عظيمة، سنتحدث عن صاحب الرسالة، رسالة السلام، رسالة المحبة، رسالة الرحمة صلى الله عليه وسلم. عليكم سلام. باسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل أرحب بالأستاذ حسام بوذلاع، أهلا وسهلا بك، مرحبا. أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين، دمتم بخير وعافية وصحة وستر. أمين، اللهم أمين يا رب العالمين، مرحبا بك في قناة القرآن الكريم. بداية أستاذي الكريم، لقد كان العالم بأسره بحاجة إلى مصلح ومنقذ أكيد ذي همة عالية وعزيمة كذلك فاضلة، فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخرجا هذا العالم من الظلمات إلى النور ومن الظلم إلى الحق وكذلك من الشر إلى الخير، هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل عليه وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف من بعثه الله سبحانه وتعالى نورا وهدى وهداية لهذه البشرية أجمع. النبي عليه الصلاة والسلام من مولده أو قبل مولده إلى بعثته نرى العجب العجاب الذي يسره الله سبحانه وتعالى على الأمة به، وعانى وقاس النبي عليه الصلاة والسلام معاناة لا تخطر على بال بشر. ومولده عليه الصلاة والسلام كانت له إرهاصات، يقول عبد المطلب حين خرج في تجارة والتقى أحد أحبار اليهود فقال له أنت من العرب؟ فقال يخرج في زمانكم ومنكم أيها العرب وأهل قريش نبي ذو همة وذو شأن عظيم اسمه محمد. من هنا بدأت القصة كاملة في تسمية النبي عليه الصلاة والسلام وفي ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد المطلب أن اسم محمد لم يكن من قبل، فلما سمع من حوله باسم محمد تبادروا
أو بادروا إلى تسميته محمد. فكان في النساء تلك القافلة من كانت بالحمل ووضعت فسموه محمدا على ما قيل وما سمعوا من شأن هذا الرجل ومن شأن هذا الصبي. عاد عبد المطلب وكانت آمنة بن وهب حامل وأبوه عبد الله عليه الصلاة والسلام وضعت وولدت وقالت لحليمة: والله والله حملت به ومن خفته لم أشعر بحمله، ووضعته من غير دم ولم أشعر بآلام الوضع وآلام الولادة، وحين خرج خرج ساجدا عليه الصلاة والسلام. إنها علامات النبوة. سئلت حليمة: كيف هو ابنك؟ قالت: هو ابني، ما شعرت بحمله من خفته، وما حضرني آلام الولادة حين وضعته وخرج ساجدا. فأخفت شيئا أن أباه ميت، يعني أنه يتيم. فقال لها اليهود: وأبوه؟ قالت: أبوه حي. خافت عليه، لذلك كان محميا عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام هذا الاسم لم يشتهر في العرب ولم يشتهر في قريش. حين ولد النبي عليه الصلاة والسلام أخذه عبد المطلب وضمه ولمه وشمه، فقال: أنت محمد. فقالوا: فكيف تسميه بغير، أرغبت عن أسماء قريش والعرب؟ قال: إنه محمد ولم يسمى أحد قبله، وأريد أن يكون محمود الأرض ومحمود السماء. قيل في أحد الروايات وفي الأثر أن عبد المطلب رأى رؤيا، هذه الرؤيا رأى أن صبيا يولد عندهم وتخرج منه سلسلة من الفضة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها وعنان السماء وأسفل الأرض، يشهده جميع الخلق ويعودون إليه. فقال: إنه محمود وإنه محمد، فسماه محمد. ولكن عبد المطلب ما سماه محمدا إلا لتقدير الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا بعد اسمه أحمد، وقال أهل السير: أحمد 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 كثير الحمد وكثير الشكر حتى صار محمدا. فمن اسم التفضيل إلى اسم المبالغة، أحمد يعني أفضل على صيغة المبالغة على صيغة التفضيل، حتى أصبح محمدا يحمده جميع من في الأرض وجميع من في السماء إلى قيام الساعة. محمد عليه الصلاة والسلام يعني هي الشخصية التي محى الله سبحانه وتعالى بها الكفر. يقول النبي عنه عليه الصلاة والسلام: أنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، يعني وكثير من الأسماء التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. الماحي أنه محى الله به الكفر، والحاشر أن الناس يحشرون بعده ويقفون بعده في الحشر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نعمة إلهية، منة إلهية على البشرية. العاقب لن يعقبه أحد من الأنبياء، هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نور يتلألأ به كل من ذكره. النبي عليه الصلاة والسلام نور أضاءت له قصور الشام كما قالت آمنة: خرج من بطني نور على نور أضاءت له قصور الشام. تقول آمنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رؤيته وهو صبي أنه نور لم تر مثله، أضاء له الكون حين ولد عليه الصلاة والسلام. يقول عبد المطلب لمن؟ لأبي طالب. يقول له: يا أبا طالب، يعني في آخر حياة عبد المطلب، إن هذا ابني فاجعل له شأنا فإن له شأنا. كيف؟ يقول: إذا أويت يا أبا طالب، وكان كثير العيال، ولكن يحثه وينصحه على الاهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا أويت إلى فراشك فضعه في حجرك. يقول أبو طالب:
فلما أضعه في حجري أقول يا محمد قم واخلع ثيابك وبدل ثيابك، يعني ثياب العمل وثياب الخروج وثياب اللعب، فبدلها والبس ثياب النوم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عم ما كان لبشر ولا لأحد أن يرى محمدا حين يخلع ثيابه فلا يرى عورته أحد. يقول أبو طالب يعني عجب عجاب أن يصدر هذا الكلام مثل من مثل هذا الصبي. يقول فيغير ثيابه بسرعة فلا يراه أحد، فرأيته مرة فإذا بجسده نور على نور لم أرى مثله عليه الصلاة والسلام. كان حييا، كان كثير الحياء عليه الصلاة والسلام. كذلك أستاذي الكريم اليوم شخصية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة التي انبهر الكثير من المفكرين الغربيين، الكثير من الأدباء، الكثير من الكتاب الذين انبهروا واندهشوا بهذه الشخصية العظيمة وأصدروا مؤلفات حول ذلك. وهنا أشير إلى كتاب الخالدون المئة، وهو قائمة احتوت مجموعة من الأسماء لمئة شخص الأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب للمؤلف الأمريكي مايكل هارت، وقد ذكر في هذا الكتاب عن سبب يعني اختياره للنبي عليه الصلاة والسلام يتصدر القائمة، قائمة الأسماء لأشخاص الأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية. يقول لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار، ولكن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا ومتناسقا على المستوى الديني والدنيوي معا. فهذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أؤمن بأن محمدا هو أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ الإنسانية كلها. يعني أشخاص أو باحثين غربيين يتأثرون بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كمسلمين للأسف إن صح القول أستاذي الكريم نقتدي به صلى الله عليه وسلم قولا وهكذا شكليا. مايكل هارت في أحد اعترافاته في إخراجه لكتاب المئة الخالدون أو عظماء هذه البشرية الذي حقق فيهم، يقول بحثت وبحثت عن الشخصية الأولى في التفاضل فلم أهتدي إلا للنبي عليه الصلاة والسلام اعترافا منه. قال فيعني وش دار، بدأ من الاثنين حتى المئة وترك النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة لتفصيله، فقال والله ما يسعني إلا أن أكتب منه الكتب العظيمة، يعني لشمولية هذه الشخصية. النبي عليه الصلاة والسلام إن بحثنا عن القدوة فإنه القدوة، وإن بحثنا عن المصلح فإنه مصلح، وإن بحثنا عن كل شيء نهتدي به في الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة فإنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سيرته وأقواله وأفعاله خالدة إلى يوم القيامة وتفيد في كل زمان ومكان، يخبرنا عن كل شيء وقد أخبر عن كل شيء عليه الصلاة والسلام. المصيبة أن شبابنا ويعني الذين نرجو منهم طريقا صحيحا يهتدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقتدون بغير النبي عليه الصلاة والسلام. أتخيلي نقول لك على أنه كاين منفعة في مكان ما ومن رجل ومن شخصية عندك منفعة منها ولا نتبع، يعني والله إنها الطامة العظمى. صحيح. المشرب عندنا، المنبع عندنا، القرآن الكريم شرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عندنا كل شيء، ولكن لا نهتدي بما علمنا الله سبحانه وتعالى. قال النبي اللي عندكم نبي يصلح لكم وهو 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 رحيم ورؤوف بكم، ولكن لا نتبع. حتى في زماننا هذا وفي أيامنا هذه لا نعطي النبي عليه الصلاة والسلام حقه ومستحقه. النبي عليه الصلاة والسلام ليس نبي يوم فقط، وليس نبي أيام في أيام مولده، وإنما نبي يتبع، وإنما نبي يقتدى به. صحيح. الذي يتبع شرع الله صالح لكل زمان ومكان. طبعاً.
كذلك أستاذ الكريم، من علامات الدالة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة العبد للنبي عليه الصلاة والسلام أهمية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العديد من الأحاديث النبوية التي حثتنا أيضا على الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. الإكثار من الصلاة والسلام على نبي خير الأنام عليه الصلاة والسلام، خاصة يوم الجمعة، هي سنة، هي سنة خاصة يوم الجمعة التي يغفل عنها كثير من الناس وكثير من المسلمين وكثير من المؤمنين. الصلاة والسلام هي حقيقة وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على كل من صلى عليه عليه الصلاة والسلام، حقيقة لا مجاز. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، يعني هذا أجر. ورد السلام من النبي عليه الصلاة والسلام أنك تسلمي على النبي عليه الصلاة والسلام، تقولي عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، فيصلي عليه الله سبحانه وتعالى عليه عشرة، يعني يرد لك الحسنات ويرد لك النبي عليه الصلاة والسلام السلام. هذه خالدة إلى يوم القيامة ومكرمة للمسلمين دون غيرهم من البشرية. الحقيقة التي يجب فعلا اعتقادها أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أساس. نعجب لمن يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه يعني يحبه حبا كبيرا ويخالفه في كل شيء ولا يقتدي به. إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام أطعته، أطعته في أقواله، فيما أمر، فيما نهى، فيما زجر، في 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 أفعاله. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانت أخلاقه؟ كيف كانت معاملاته؟ أتحب النبي عليه الصلاة والسلام وتخالفه في كل ما يفعل وما يقول؟ والله إن هذا لشيء عجاب. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم على كل هذه المعطيات. يومك سعيد، وشكرا كذلك على حضورك معنا في استوديو قناة القرآن. أحسن الله إليكم، ربي يبارك فيك. مولودك. شكرا. مشاهدينا الأفضل، نتابع اللحظة القصيدة المحمدية، وأكيد ونحن نعيش في هذه الأيام في ظلال أيام مباركة، وفي ظلال هذه الأيام ونحن في شهر ربيع الثاني، واليوم بحول الله أو غدا أكيد تحيي الجزائر على غرار الدول العربية والإسلامية ذكرى مولد النبوي الشريف، مولد النور الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها، والذي أضفى على الإنسانية وعلى البشرية صحائب الرحمة والخير والسلامة. نتابع ثم نعود. نير اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنين توفيت أمه الأمينة الرضية محبوة بعناية من اختاره واجتباه. أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الزهري عن أم سماحة بنت أبي دهم عن أمها قالت: شهدت آمنة في علتها التي ماتت فيها ومحمد صلى الله عليه وسلم غلام عند رأسها، فنظرت إلى وجهه ثم قالت: بارك الله فيك من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فدي غداة الضرب بالسهام 100 من إبل سوام، إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام. ثم قالت: كل حي ميت وكل جديد بال وكل كثير يفنى، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا ثم ماتت. ولما أنيخت بفناء جدي عبد المطلب مطايا المنية
كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية، وقدمه على النفس والبنين ورباه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 سنة رحل به عمه أبو طالب إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرا بما حازه صلى الله عليه وسلم من وصف النبوة وحوى، وقال: إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا، قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه، وإنا نجد نعته في الكتب السماوية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا. وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى. صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة سنية، ومعه ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه، ونزل عليه السلام تحت شجرة لدى سومعة نسطورة راهب النصرانية، فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارف وأواه، وقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباب. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية؟ فأجابه بنعم، فحق لديه ما ظنه وتوخاه، وقال لميسرة: لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والقصيدة من أداء الشاب علي طلمون، وهكذا يكون الاحتفال وإحياء المولد النبوي الشريف بالإكثار من الصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والسير كذلك على نهجه صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأفاضل، نجدد الترحاب بكم إلى هذه المساحة المخصصة للحديث عن الشأن الصحي. سنتحدث عن مخاطر وأخطار ومختلف الأحداث المأساوية التي تتجدد كل عام عند احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، والتي تسببها مختلف المفرقعات والألعاب النارية. نتحدث أكثر في الموضوع مع أهل الاختصاص بعد قليل. باسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل، أرحب بالدكتور هيشور محمد رضا، أستاذ مساعد في أمراض الأذن الأنف والحنجرة بمستشفى القبة. صباح الخير سيدتي. صباح النور، مرحبا بك في قناة القرآن الكريم. شكرا. أهلا سيدي الكريم، وتزامنا دائما مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف تتجدد تلك الصور، صور المخاطر والأحداث وإصابات كذلك، لا سيما بالنسبة للأطفال وكذلك الشباب والمراهقين. هذه الإصابات ربما الإصابات هي خطيرة أكيد، وبالتالي علينا دائما أخذ الحيطة والحذر بالنسبة للأولياء، بالنسبة كذلك للأبناء، وبالنسبة كذلك للشباب، هكذا.
هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. لا شكرا على واجب. يعني اليوم مبادرة هذه لكي نؤكد على خطورة الإصابات بالمفرقعات والألعاب النارية على أعضاء كثيرة وعلى جسم الإنسان، وبالأخص حاسة السمع. تؤدي إلى إعاقات كذلك دائمة. أكيد. وبالأخص حاسة السمع، لأنه إذا كانت إصابة بقوة الصوت الناتج عن المفرقعات راح يكون فقدان سمع جزئي أو كلي، وهذا فقدان السمع غير قابل للعلاج، وخاصة إذا أصاب أطفال صغار مقبلين على الدراسة وعلى التعلم وعلى أمور كثيرة في الحياة. مهم جدا. كذلك إذا الصخب الناجم عن صوت، يعني هذا الصوت الناجم عن المفرقعات وكذلك الألعاب النارية تؤثر بالدرجة الأولى على حاسة السمع، على حاسة السمع، وتؤدي كذلك ربما إلى أو هذه الأمور، ليس فقط حاسة السمع أستاذي الكريم، الكثير من الأخطار التي تسببها المفرقعات كالغازات المنبعثة، الحروق. نعم، قبل الغازات نتحدث كذلك عن الإصابة بالحروق كذلك. أكيد الحروق على مستوى اليدين وعلى مستوى الأصابع، وفي بعض الأحيان كذلك يؤدي هذا إلى بتر الأصابع وأيضا الذراع لا قدر الله، وكذلك حروق على مستوى الوجه وإصابة العينين كذلك. الكثير يعني في كل عام تتجدد ربما هذه الإصابات في المستشفيات. نعم، وهذا كما ذكرتي هذا أحداث خطيرة. نعم. يعني لا قدر الله تكون إعاقات دائمة إذا كانت العين مثلا او البتر في الاصابع او امورها مثلها هكذا. ولكن في من جانب اخر الغازات المنبعثه من الالعاب الناريه ممكن تاثر على الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي العلوي او السفلي، من حيث بحيث تقدر تتسبب في التهابات في الربو، في سيلان الانف، في التهاب الجيوب الانفيه الى غير ذلك. نعم، كذلك عندما نتحدث عن الأطفال دون 15 سنة وهم الأكثر عرضة بهذه الحوادث، حوادث المفرقعات، ربما قد يصاب الأطفال بحروق على مستوى الوجه كذلك على مستوى العينين وغير ذلك. هنا ربما ما هي ربما النصائح التي يمكن أن تقدمها دائما أن تقدمها للعائلة الجزائرية وللوالدين على وجه الخصوص؟ بالنسبة للنصائح هي تجنب الألعاب النارية، تجنب المفرقعات قدر ما أمكن، لأنه لا قدر الله إذا وقع الحادث راح تكون الإعاقة مستدامة في أغلب الحالات، ولو نقوم بالعلاج في الوقت المناسب وفي كل الظروف الملائمة. هذه بالحاجة الأولى. حاجة ثانية، إذا قدر الله وصرى حادث من الأحسن التوجه إلى أقرب مركز صحي، لأنه في بعض من الحالات المحيط تاع الطفل يقوم بعلاجات تقليدية اللي ممكن تتفاقم الإصابة. نعم، كذلك من بين أكثر المخاطر التي قد تصيب العين اللذوذ البصرية مع الإصابات الخطيرة كالتآكل والتقرحات وانفجار لا قدر الله كرة العين وغير ذلك. يعني أكيد. استعمالها خطير جدا خصوصا في بين الأطفال. أكيد إصابات العين تعتبر من بين الإصابات الخطيرة جدا، وكما سبق وقلت رمي العشوائي ربما كذلك للأطفال هكذا للمفرقعات يؤدي كذلك إلى إصابة العين. أكيد يكون رمي عشوائي عن قصد أو بقصد أو عن غير قصد. إذا كان لا قدر الله إصابة العين حتكون إعاقة مستدامة، ولو إذا كان يعني اخذوه بعين الاعتبار وعلاج في الوقت المناسب وبكل إمكانيات اللازمة راح تكون مضاعفات. أكيد كذلك عفوا، كذلك أستاذ الكريم من بين الأخطار نجد أيضا حروق شديدة الخطورة، غالبا ما تصيب الأصابع، الذراعين، وكذلك الوجه، الشعر، العينين وغير ذلك، وبالتالي ربما تجعل هذه الإصابات الخطيرة تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمر شبه مستحيل، خصوصا إذا كانت هذه الحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة.
ربما قد تكون سبب في ظهور تشوهات وإعاقات كذلك دائمة. أكيد يعني راح تكون تشوهات على أقل تقدير، وربما تكون أكثر يعني بتر أصابع، وزيد خطر غير مباشر هي تعطل في المسار الدراسي للطفل. حسب شحال راح تكون تعطل في المسار الدراسي، يعني هناك ضرر بدني وهناك ضرر معنوي عند الطفل ودراسي. نعم. كذلك أستاذ الكريم تحدثت عن الغازات والمنبعثة وذلك الدخان الكثيف خلال يعني الاحتفال بالمولد النبوي في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبالتالي هذه الغازات تؤثر كذلك نفسي ليس على الجهاز التنفسي وإنما كذلك على الجهاز التنفسي، وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كمرض الربو والحساسية وغير ذلك، لأن هذه المفرقعات تحتوي على مواد كيميائية أو على الكبريت وكذلك البارود وغير ذلك من المواد. نتحدث أيضا أستاذي الكريم، تحدثت كذلك قدمت معلومة مهمة جدا، يعني حتى الصوت هذا الصخب العالي والناجم من المفرقعات والألعاب النارية يؤثر كذلك ليس فقط على حاسة السمع، نعم على حاسة السمع، وكذلك بالنسبة سواء لمختلف الفئات، فئات المجتمع، نتحدث عن كبار السن، نتحدث كذلك عن المرضى، نتحدث عن النساء الحوامل، ونتحدث كذلك عن الرضع، ربما هذه الفئات هي الأكثر عرضة لهذا الصوت. أكيد، لأنه السمع، حاسة السمع تكون يعني مكتملة عند الولادة. نعم. يعني أي صوت قوي يقدر ما يقدر إلا يأثر سلبا على لو كابيتال سيلولير، يعني على الخلايا، على عدد الخلايا. يعني ملي نزيدوا عدد الخلايا راح يتناقص من اليوم الاول للولاده، اذا كان هناك يعني عوامل مثل المفرقعات، مثل الاصوات المرتفعه، مثل لهذا يعني التحسيس راح ما يخصش فئه عمريه معينه، ولكن كل الناس معنيين بهذا الأمر. صحيح. نعم. على مستوى كذلك مستشفى القبة، وأستاذي الكريم هل فيه ربما حملات تحسيسية وتوعوية أو فيه تنسيق مباشر بين الأطباء والمختصين خصوصا مع الشباب وكذلك مع الأطفال من أجل التوعية ومن أجل كذلك تنمية الثقافة الصحية لديهم في هكذا مواسم؟ أكيد فيها حملات دورية. حاليا هناك حملة يعني تحسيسية وطبية في مدينة الأغواط، ملتقى علمي بالمناسبة، ولكن هناك حملات دورية، يعني حملات دورية. نعم، مهم جدا. ربما في الختام، كيف ما هي النصائح، أهم النصائح التي تقدمها للأولياء وكذلك للأطفال، وأيضا أكيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليكون بهذه المظاهر المكروهة وبسبب ما تسببه أيضا من آثار ومن أخطار وخيمة سواء على الصحة وكذلك حتى على ميزانية الفرد والأسرة، وبالتالي اليوم أضحى من الضروري توعية الآباء وتوعية كذلك الأمهات وتوعية الأطفال، وأنتم أيضا كمختصين وفي الشأن الصحي وأيضا مختصين آخرين أيضا في مختلف الشؤون، لابد أكيد اليوم أضحى من الضروري تضافر جهود الجميع من أجل مجابهة مثل هذه المظاهر. يعني نختصر قولي في جملة واحدة، خير وسيلة للعلاج تعتبر الوقاية، لأنه كل الإصابات إذا ما قدر الله حصلت راح تكون إعاقات مستدامة في أغلب الوقت. نعم. شكرا. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم الدكتور هشام هيشور محمد رضا، أستاذ مساعد في أمراض الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى القبة. شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح
والتوجيهات الصحية. شكرا لك. مشاهدينا الأفاضل، وأكيد ولأن الحفاظ على وتحقيق السلامة المرورية هو أكيد واجب أخلاقي، واجب شرعي، واجب قانوني، وواجب كذلك إنساني أولا وقبل كل شيء. الزميلة أحلام قطاف تحدثكم حول السلامة المرورية. عليكم عليكم سلام. من الآداب العظيمة التي حث عليها الإسلام وأوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آداب وحقوق الطريق، إذ يلتقي الناس جميعا سواء مشيا على الأقدام أو استخدامهم للمركبات كما هو الوضع حاليا. وها هي مصالح الأمن تنظم سير المرور على مستوى الطرق. قمنا اليوم بعملية مراقبة بعض السيارات، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور قمنا بتوقيف بعض الدراجين اللي من توعيتهم باللي اليوم دخول جامعي، وكان قبلها بأسبوع الدخول المدرسي، باش يكون يعني يردوا بالهم أكثر على الأطفال اللي يقطعوا الطريق في المفترق الطرق في الأزقة، باش يكون يعني عام بدون حوادث، بحوادث أقل نقدر نقولوا. وربي يحفظ الجامع ويحفظ السواق ويحفظ يعني الراجلين ويحفظ كامل المتمدرسين. لا تزال جهود أعوان الأمن مستمرة في تيسير وتسهيل الحركة المرورية وبمراقبة الركن العشوائي للمركبات، هذا وقد عززت الشرطة مخططاتها الأمنية تزامنا والدخول الاجتماعي. وحدهم ما يقدروش يوعوا 45 مليون جزائري، دونك هذه الحق الميساج لهدايا. كما حنايا نقولوا صاحب الدراجات الناريه لازم دوك اذا كنا بطوموبيل نخافوا بالموطو، نخافوا حتى روافوا. حنايا رانا كما نقولوا كش فهمك بين طوموبيلات، من داك نمشيو في لا لينجون، من داك رانا شغل بارتو، كي فاهمه كيفاش. دوك لازم ناخذوا الحذر والاحتياط. هم يخدموا خدمتهم بيان انتيك الحمد لله. اخي كنت على بالك باللي ممنوع الوقوف والتوقف؟ لا ما على باليش، انا قلتهم قارين قاريط كي قاريط طونجاني شرطي. بعدك كي قال لك غير مكان؟ راح نغير مكان سي بون. نعم بارك الله فيك اخي. اختي هنا فيما يخص هنا الركن العشوائي في يعني في النقاط هذه الحساسه تاع المرور في العاصمه، هنا الوجه معروفه بالواجهه البحريه، بالاضافه هنا كاين محطه الحافلات، كي تكون هنا التوقف العشوائي راح يسبب عرقله في سير الحركه المروريه. وقفتك باش يعني نراقبوا الوثائق تاعك ونعلمك بلي اليوم كان الدخول الجامعي وقبلها باسبوع كان الدخول المدرسي. يعني احنا بينا نوعوكم باش يعني في مفترق طرق في الراجلين دراري صغار ناس كبار، مام باش الواحد يتكون واعي اكثر من اللي كان، باسكو يعني نقولوا دراري صغار هادو يقطعوا شويه يكون عقلهم يعطينا الصحه. اليوم جينا نوعيكم اكثر من اللي راح نفيريفيو الوثائق تاعكم. توسعت الجهود الأمنية عبر دوريات راكبة وراجلة للحفاظ على النظام العام وحماية المتمدرسين، خاصة للحصول على عام دراسي آمن وخال من الحوادث المرورية. سلام عليكم عليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد، والآن سنتحدث بحول الله عن جهود المنظمات، أقول منظمات المجتمع المدني ومسؤوليتها دائما في التوعية والتحسيس وفي مرافقة دائما العائلات الجزائرية ومرافقة المستهلكين الجزائريين خلال المولد النبوي الشريف. نتحدث في الموضوع بأكثر تفاصيل بعد الفاصل. عليكم عليكم سلام. الأستاذ حسن منوار رئيس جمعية أمل لحماية المستهلك، أهلا وسهلا بك. مرحبا. الله يسلمك. السلام وصول لك ولكل طاقم تقني وكل يتابع القناة الكريمة من قريب ومن بعيد إن شاء الله. أستاذ الكريم، المفرقعات والألعاب النارية أكيد لها الكثير من الأخطار والأضرار سواء على الصحة وحتى على الجيب إن صح القول، على ميزانية الفرد والأسرة،
وبالتالي أكيد أضحى من الضروري التوعية والتحسيس، خصوصا أن في دي عند إحياء ذكرى مولد النبوي الشريف كل عام يتم تسجيل عدد من الإصابات عشية الاحتفال بالذكرى. نعم، نقول ما هو نبدأ بما هو إيجابي هو أنه يعني في السنوات الأخيرة هالظاهرة راهي قلت يعني ونقصت، وهذه لأسباب نقول منها أولا القدرة الشرائية تاع المواطن اللي ما خلاتوش يعني هذه السنوات الماضية، وخاصة هذا العام وين شفنا يعني صعوبة كثير للعائلات باه يقابلوا المصاريف نتاع حتى الغذاء نتاعهم، يعني أصبحوا ما يقدروش يشروا هذه المفرقعات ولا يمدوا لأولادهم باه يشروا هذه المفرقعات. أيضا عندنا السبب الثاني هو يعني حرص السلطات الأمنية في هذا الموضوع هذا، وين يعني المراقبة ولات مشددة على الحدود وخاصة في الموانئ باش ما تدخلش هذه المفرقعات اللي هي ممنوعة، يعني ممنوعة للتجارة ممنوعة للاستعمال. وأيضا وأكيد وهذا لربما المواطنين هم راح يقولوه هو أنه يعني فيه نتائج للحملات التحسيسية اللي أنا قايمين بها منذ أكثر من 10 سنوات في هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد في بعض الأحياء في بعض الأوساط وخاصة في المدن الكبرى الظاهرة هذه ما زالت تقلق تقلقنا يعني تقلق كل العائلات، لأنه ما بقاوش كما يقولوا المحارق نتاع الزمان اللي هي الصغيرة اللي هي ربما دير شوية حس، ولكن اليوم وكأنها قنابل وكأنها قنابل بخطوره يعني بخطوره. لماذا؟ لانه شفنا في كل عام استاذ الكريم تظهر انواع جديده وباكثر قوه عن سابقتها. نعم، والخطير من ذلك الاستعمال، يعني في بعض الاحيان هذا الشباب ينساو انه هذا احتفال بالمولد النبوي. نعم. ينساو احتفال بمولد يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا الاخلاق، وهو اخلاق يعني، ونروحوا في مولد ديالو نحكم المحرقه ونرميها داخل عماره باش يكثر الحستح، نحكم المحرقه نرميها داخل السياره باش نهول الناس اللي فيها ويوقعوا حوادث مرور وحوادث تاع الحرق. ولكن الناس فايتين، لكن في بعض الاحيان يرون هذه المظاهر كتقليد راسخ، لا يمكن تفويت ذكرى المولد النبوي الشريف دون مفرقعات. وعلينا احنا كجمعيات انتم كوسائل اعلام انه شيئا فشيئا نوصلوا، يعني اليوم كان نعملوا حتى استاذ الكريم اصبح استعمال هذه المفرقعات ليس فقط في المولد النبوي الشريف، حتى في الاعراس. نعم. وغير ذلك. نعم. وفي نعم. عند الاعلان عن نتائج. نعم. البكالوريا. نعم. وعن عند الاعلان عن نتائج التعليم المتوسط، يعني اصبحت اليوم المفرقعات يعني. نعم. متواجده على مدار السنه. نعم. وليس فقط في المولد. نعم. النبوي الشريف. نعم. كالسابق. نعم، هو اني قلت العمل عمل اولا تحسيسي كما نعملوا فيه مع وسائل الاعلام، وايضا نطلب يعني من كل ائمه انهم يعني في المساجد وما يستناوش غير المولد مره على مره يتكلموا على هذه المظاهر اللي رانا نسوء الى المجتمع الى الجيران الى العائله، واننا نبذلوا في دراهمنا بهذه المفرقعات. وايضا يبقى عمل كبير عند السلطات الامنيه والسلطات تاع الجمارك في المراقبه باه ما يدخل ولا في دار تيفيس هذاك اللي يستعمله في العراس ولا في الحفلات ولا المفرقعات. انا يعني قلت كاين فيه يعني نقصت الامور هذه من 2015 الى يومنا هذا، معناتها كان فيه عمل، ولكن نزيدوا نشدوا العمل انه هذه التجاره تصبح منظمه، يعني حتى لو تقدر تكون ولكن يكونوا تجار عندهم معتمدين مسيميين، لا يكونوا معتمدين عندهم محل كما مثلا يبيع رصاص نتاع الصيد مثلا، يبيع ايضا هذه المفرقعات، عنده اعتماد عنده مراقبه امنيه وعنده دفتر شروط كيف لما يبيع وكيفاش يبيع باي طريقه، هذا لازم نوصلوا عنده باش نقضيوا على الامر هذا. اما وللاسف وعلاش حنا نحطوا كثير في الموضوع في ليله المولد النبوي هو انه في ليله وين لازمنا نفرحوا ونذكروا هذا يعني هذا اليوم العظيم عند المسلمين اللي زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وبالحوايج الملاح، بنتلاقاو مع العائله ونقراو السيره النبويه ولو كان نحكيوها ما بيناتنا، نذكروا بعض المواقف، نصبحوا خايفين من المحارق، خايفين تنقلوا في الليل حتى داخل ديارنا، وهذا نحكيها يعني نقعدوا نحكي في الحوايج الملاح ولكن المفرقعات ما يخلوناش حتى نسمعوا بعضنا. اذا هذا لازمنا يعني اليوم يكون استيقاظ لضمائر في العائلات. اليوم الطفل الصغير ولا الشاب يمكن متهول ما يعرفش
ولكن عنده أولياء، ما كاش واحد اللي حتى ما كاش واحد اللي ما عندوش أهل يعني، حتى ما عندوش باباه وما عنده عمومه وعنده خواله. اليوم بسبب الجهود المبذولة سواء من قبل السلطات أو من خلالكم من خلال منظمة المجتمع المدني خاصة المعنية بحماية المستهلك، يعني الحمد لله اليوم تقلص صح القول تقلصت هذه الطاولات التي كنا نشاهدها في السابق، يعني في أغلب الأحياء نجد هؤلاء التجار الموسميين الذين يبيعون هذه المفرقعات وهذه الألعاب النارية. لكن حتى اليوم عندما نتحدث عن وعي العائلات الجزائرية، الحمد لله هناك كذلك اليوم من العائلات التي تراجعت عن اقتناء مثل هذه المواد. ويمكن كذلك أن نقول خاصة أنتم كمنظمة معنية بحماية المستهلك في غالب الأحيان تشجعون على انخفاض الأسعار، دائما انخفاض الأسعار في المواد الأخرى يعني سواء في الدخول المدرسي وغير ذلك، وذلك أكيد رفقا بالمستهلك ورفقا كذلك بالقدرة الشرائية له. لكن أنتم أكيد اليوم نشجع جميعنا على ارتفاع أسعار الألعاب النارية والمفرقعات حتى يتجنب المواطن من اقتناء مثل هذه المواد، لأن ارتفاع الأسعار أكيد هي لصالح المواطن. لا ما يكفيش، أنا قلت أنه هذه التجارة لازم تكون منظمة، يعني أنت ماهوش أي واحد يستوردها من الخارج، احنا ما نصنعوهاش في بلادنا، نجيبوها من دولة الصين، وماهوش أي تاجر ولا أي مستورد أي متعامل يجيبها، لازم اعتماد. اليوم اللي هو يستورد الأسلحة للصيد ولا حتى الذخيرة تاع الصيد لازم يكون معتمد وعنده ملف عند المصالح الأمنية وعنده محل عليه المراقبة الأمنية. هذا المفرقعات وهذا اللي نسموهم بالفرنسية لي برودوي بيروتكنيك لازم يتباعوا في هذه المحلات باش تكون عليها مراقبة. وأكيد لما تكون كما هكذايا يكون فيها دفتر شروط، يكون فيها دراسة للأسعار والدراسة لمن نبيع كيفاش نبيعها، يعني حتى البيع نتاعها ما يمشيش اي شخص. مثلا اليوم واحد يشري الذخيره لازم يدفع ملف ايضا باه يقدر يقبلوا له. اذا هنا لانه نرفع الاسعار، انا نقول لك العام اللي فات انا نعرف عائله فنعرفهمش ولكن سمعوني بهم صرفوا 200,000 دينار 20 مليون سنتيم للمفرقعات. يعني اليوم اللي يخلص 20 مليون يخلص 25 مليون واللي يخلص 30 مليون، لانه كاين ناس يقولوا انه هذه عاده ونحبوا نشوفوا ولادنا كيف يفرحوا، ولكن هما يفرحوا على ظهر مخاطر اللي نسببوها للجيران ولا حتى لاولادهم، نفرحوا على ظهر سوء التربيه، نربي ولادنا على انهم يرميوا دراهم وما ربيناهمش على انه نحكم هذيك 20 مليون نروح نشريها فاكهه ونشريها مواد غذائيه ونشريها خضر ونافعه، ولا نحن نمشي نفد هذوك الاولاد نقول لهم يا غدوه نروحوا كامل بالسياره نروحوا المستشفى نمدوا هدايا للمرضى احسن ونخلوها عاده يعني نبيله، العاده اللي هي يعني تنفع اكثر من هذه العاده اللي هي فيها المضره. اذا هذا المشكل لازم تكون فيها الصرامه ويكون فيها القرار، يعني اللي هو قرار صارم في هذا الموضوع هذا. حتى ونقول يعني احنا نادينا حتى ورحنا رحنا عند ديبوزينا بلانت، يعني احنا دفعنا الشكوى عند الشرطه على ناس كانت تبيع في الرصيف. واليوم الشكوى تقول الشكوى اللي بغينا نتكلموا عليها اليوم هو انه اي امن حضري اللي يسمع مفرقع في اي مكان في اي حي يعني مليح يكون يتنقل باش يخوف هذاك الشباب هذوك به العام الجاي ما يمشوش لهذه العادات. وبهذه الطريقه هذه لربما من 3 سنين 4 سنوات نقضيو على هذا الامر ونعودوا نحتفلوا بالمولد النبوي باللقاء العائلي باللقاء داخل المساجد، يعني بالاحياء تاع اليوم هذا بالخير، ماهوش بهذا بالعمليات اللي نقولها يعني اللي هي مسيئه حتى للدين تاعنا ومسيئه للمجتمع ومسيئه للاقتصاد كان عائلي او اقتصاد وطني. وعندنا ايضا مشكل اخر نتكلموا عليه يعني في المولود هو ايضا الافراط في الاكل، يعني احنا اليوم الاعياد نتاعنا دائما نديروهم باطباق تقليديه وفي كثير من الاحيان هي مشبعه بالدهون وبالسكريات. نقولوا يعني الناس روحوا غير بشويه بشويه برك، كما في العيد كما في رمضان دائما نقولوا هذه الاعياد ما لازمش تكون سبب باه نزيدوا في المرض نتاعنا او باش يعني نكونوا سبب في يعني انطلاق مرض جديد، لانه هذا 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 ما لازمش يكون احنا في الوسط نتاعنا لازم نحاضروا. وايضا ما لازمش نكونوا ايضا سبب، وهذا اخر نصيحه نقولوا ما نكونش سبب في ما نمدوش يدنا للمضاربين. اليوم كاين كثير من المواد الغذائيه اللي راهي في كل ما توصل العواشر تزيد، مثلا هذا العام هذا الدجاج اللي راهو فات السعر تاع 600 دينار للكيلوغرام، لا ولو كان ندير رشته وطعام بلا دجاج، يعني وهذا يعني نمدوا درس لهذ المضاربين اللي هما يستغلوا الفرصه. وهذ المضاربين ايضا ما جاتهمش هكذا فقط، لانه اليوم حنا ولكن 45 مليون نسمه
منها حوالي 10 ملايين عائلة، 10 ملايين عائلة كامل في كل قطر الوطني يحبوا يديروا الدجاج مع المولود، إلى زدنا 10 ملايين دجاجة على الأقل، وهذا غير ممكن حتى ولو كان الإنتاج وافر. إذن نوعوا الاستهلاك نتاعنا، وما نكونوش من الناس اللي هما يضغطوا على نفس المنتوج في نفس الوقت في نفس اليوم في نفس المناسبة. وهذا أيضا للمسؤولين على القطاع تاع الفلاحة والتجارة والجمعيات المهنية أنهم يوجدوا لهذ الأيام من قبل. مثلا احنا نعرفوا بلك الجزائريين ياكلوا الدجاج في العاشوراء وفي المولود، إذا شهرين قبل نبدا نوفر الإنتاج الوافر الكافي باش نقدر نقابل هذا هذا فيما يخص الأكل. نعود للحديث كذلك عن المفرقعات، وبالتالي لابد دائما من توعية الآباء بعدم الانجراف وراء رغبة الأبناء لاقتناء مثل هذه المواد، خصوصا أستاذي الكريم هناك الكثير من الآباء هم الذين كذلك يرغبون في اقتناء هذه المفرقعات لعيش هذه الأجواء، وبالتالي لابد من نصحهم حتى لا يساهموا بأموالهم في إصابة أبنائهم بحوادث وبأخطار أكيد أو بحوادث يعني خطيرة. كذلك بالنسبة للأطفال ربما هناك من العائلات التي تشتري بعض المفرقعات البسيطة كما ذكرت قبل قليل، أهمية كذلك توعية الشباب توعية الأطفال وتوعية كذلك الآباء بعدم رمي المفرقعات على الأشخاص أو على السيارات في مواقف السيارات أو على يعني محطات البنزين وغير ذلك. لا، هي أولا الأولياء هم وراء هذا العملية، هم الممولين. اليوم طفل يقدر يشري مفرقعات مثلا 200 دينار 300 دينار هذا مصروفه، ولكن لما توصل القضية تلحق 10,000 دينار معناتها الأولياء راهم وراء القضية. ولا ماشي الأب والأم تلقى العم والخال يعني على العموم هما اللي راهم يديروا في هذا الشيء هذا، خاصة ولا كانوا يعني في العائلة. ونحكيوا على الواقع نتاعنا عزباء في العائلة، اللي هو أي يقول لك نفرح كامل الدراري تاع العائلة، الأب والأم هما ضد ولكن هو يجي. أنا نقول ما نقعدوش نديروا في الحلول هذه الصغيرة هذه، حنا نقولوا أنه ما لازمش يكون المفرقعات في المولود. أسيدي بغينا نديروا مفرقعات نديروهم في أول نوفمبر، في ليلة أول نوفمبر لا ربما عندها معنى، ولكن في المولود ما عندها حتى معنى، لأنه كاين كثير من الناس يقول لك لا المولود بالشمع وبالمفرقعات من أين لكم هذا؟ اللي يلقاها في كاش حديث ولا في كاش هذا غير هذا هذا أمر حتى ولو قديم في المجتمع تاعنا ولكن ما عندوش معنى. يعني اليوم نحاربوا هذه الآفة اللي هي راهي تشوه الاحتفال بالمولد النبوي، هذه وحدة. ثانيا أكيد على الأقل هاد الناس هما ما قدروش يغلبوا على نفوسهم، نفسهم ضعيفة قدام الأمر هذا، يحب يقول لك ندير شوية محارق، على الأقل أطلع للسطح سطح في لاتيراس ودير شوية مفرقعات بالحجم اللي يليق، ما هوش حتى وين الديار يتهزوا. أيضا ما ترميهاش في طريق، ما ترميهاش داخل العمارة لأنه نحسها قوي كثير ويقدر يزعزع حتى الهيكل تاع العمارة، ما نرميهاش داخل السيارة سببا في نشوب حريق سواء داخل غرفة أو داخل البيت. كي نرميها داخل السيارة أكيد أنها تشعل النار، ولا على الأقل كان واحد كان يصوب بالخلع يدير حادث مرور، هذه توصف كجريمة يعني سيتا نوميسيد فولونتير لأنه بالإرادة تاعي اللي رميتها، ما هو ما طاحت ليش، ما يقولش يعني بدون يعني معنى بدون إرادة، لا بالإرادة، هذه جريمة بالإرادة. وما نرموهاش في مكان اللي نعرف بليك الناس راح يدعوا عليا بالشر، لأنه أنا واحد كيتخلعوا واش من الفايدة، يعني كيفاش الناس تقدر تفرح ويضحك لما يخلع واحد آخر؟ هذا ما غير ما حتى يعني في الدين تاعنا ما لازمناش نخلعوا يعني واحد ونصبوا له مضر، يقدر ولا عنده قلبه ضعيف يقدر يطيح يمرض يقدر يموت. يعني هنا لازم يكون هذا الوعي بهالطريقة، وحنا نحبوا يكون الحديث صارم بهالطريقة يكون قوي وقاصح باش الناس تكاك على اليوم العشية هذه، الناس اللي راح يديروا هذا الشيء هذا لازم يكون عندهم الوعي أنه إذا كان واحد يموت ولا يتنجح ولا يتنحرق داره راح يروح الحبس، لأنه هذا ما يقدرش طاحت لي، لا انت شعلتها ورميتها، اذا هنا تحملوا مسؤوليتكم. وما دام ذكرت تحدثت عن اشعال الشموع، وكلنا كل عائلات الجزائريه تشعل الشموع ليله المولد النبوي الشريف، نتحدث كذلك عن اهميه وضع هذه الشموع على دعائم ثابته، وكذلك عدم تركها دون مراقبه، وتوعيه كذلك الاطفال بعدم استخدام هذه الشموع او الكبريت. لا سيدتي اسمحي لي، ماشي كل عائلات، انا عائله عمرنا ما شعلنا شموع، ونقول لك ما تشعلوش اغلب العائلات لا اغلب، ولكن لا لازم يكونوش يشعلوا، ما نقولهمش كيفاه
تشعلوا نقول لهم ما تشعلوش الشموع ما عندها حتى معنى حتى الشموع استاذ ولا ولا واش يعني اليوم تكلموا ربما سقسوا رجال الدين والخبراء في علم الاجتماع وعلم النفس تعبيرا يعني عن الفرحه استاذي الكريم تعبيرا عن الفرحه وعن الحب حب النبي عليه الصلاه والسلام يعني هذا رايك اخت الكريمه ولكن انا نقول انا كرئيس جمعيه حمايه المستهلك وباستشاره لرجال الدين هذا الامر هذا ما عندوش معنى وهذا لانه نقول واحد ديرها في مكان ثابت ولا ديرها في مكان عالي ما يكونش فيه ما يلحقولوش دراري صغار ولكن يقدر في اي حاله يتسبب النار انا نشعلوا النار داخل البيت احنا النار نقولوا تشعل الا داخل المطبخ يعني نعرفوا احنا هذيك الكويزينير هذيك فيها داخل ميكانيزم للحمايه اللي كنت نقطع الغاز تغلق وحدها لا كويزينير ولا اله المطبخ اللي هي ما فيهاش هذا الامر هي ممنوع الاستعمال الشوفاج سنترال نفس الشيء يعني فيه يعني فيه هيكل وفيه يعني بعض قطع الغيار لتامين هذاك النار هذيك باش تطفى في حاله وين كاين خطر اذا ولكن واش عندنا احنا الشمع داخل الدار ولا رانا نعرضوا نفوسنا ولا كان شعلنا في مليون بيت اكيد في 50 في 100 بيت في 200 بيت راح تكون فيها خطر نتاع النار اذا لا هذه العادات هذه لازم نحاربوا نفوسنا ونعاودوا نوجهوا نفوسنا الى ما هو اهم ما هو اساسي نحتفلوا بالمولود كي نتلاقاو ونتحابوا مع بعضنا وندو غير حوايج ملاح ونحكيوا على النبي صلى الله عليه وسلم نحكيوا على السيره ديالو نذكروا بعضنا في امور عائليه في امورنا ما نتلاقاوش نتلاقاو غير في المولود نتلاقاو غير في العيد نتلاقاو غير في العيد الكبير نتلاقاو غير في رمضان تكون فرصه هذه هي والعاشوراء وكل اعياد دينيه والوطنيه باه نتلاقاو ونديروا الحوايج الملاح باش نتلاقاو ونديروا حوايج اللي هما حتى ولا ملاح ما عندهمش معنى ولا كان فيهم الخاطر يقولوا ما مش ملاح نتفادهم احسن. نعم شكرا جزيلا لك استاذي الكريم على كل هذه النصائح عفوا القيمه الاستاذ ان شاء الله صحة مولودك انت ايضا استاذي الكريم الاستاذ حسن منوار رئيس جمعيه امان لحمايه المستهلك شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح. مشاهدينا الافاضل اكيد وما احوج اليوم العالم الى رساله الاسلام الى السيره النبويه الشريفه والى عقيده الاسلام عقيده الحب عقيده السلام عقيده الخير وعقيده الرحمه نهديكم هذه القصيده المحمديه ثم نعود. قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ببشرى فأرضعته صلى الله عليه وسلم مع ابنها مصروح وأبي سلمة ويبه حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندة وحكام ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل القوم ثديها لفقرها وابا فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية وضر ثديها بضر ضر ألبنه اليمين منها وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الفقر والهزال غنية وسمنت الشارف لديها والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد برد عيشها الغني ووشاه حقري الله الله
وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قوى، وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا وملأه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا، ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى، ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائه الوافر بمحباه، وقدمت عليه في يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية، وبسط لها صلى الله عليه وسلم من ردائه الشريف بساط بره ونداه، والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة. أطير اللهم قبره الشريف بعرف شفي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكيد الواجب علينا في هكذا ذكرى، في هذه الذكرى العطرة، أن نؤكد دائما على وجوب توقير الأمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وسير كذلك على نهجه، فهو أكيد الأجدر والأحق بالاقتداء. مشاهدينا الأفاضل، نجدد الترحاب بكم في هذه المساحة المخصصة للحديث دائما عن نشاطات الجمعيات الخيرية والإنسانية التي تتجند في مختلف المناسبات الاجتماعية وكذلك الدينية دائما لمرافقة الأيتام والعائلات المحتاجة، والتي تحاول دائما من خلال نشاطاتها رسم البهجة والسرور في وجوه وفي قلوب الأيتام والمحتاجين. حاضر معنا جمعية كافي اليتيم بحول الله، ويحضر معنا أيضا ممثلها رئيس الجمعية الوطنية لكافي اليتيم بعد قليل. باسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل أرحب بالأستاذ علي شعواطي رئيس الجمعية الوطنية كافي اليتيم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، تحية ليك ومرحبا بك، تحية ليك وتحية للمشاهدين الكرام. أسعد الله صباحكم بكل خير، وبهذه المناسبة الطيبة مناسبة المولد النبوي الشريف نهنئ يعني كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، ونهنئ كل العاملين في قناة القرآن الكريم. شكرا بهذه المناسبة، ونتمنى يعني أنه نكون دائما في مستوى هذا يعني الحدث العظيم. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم. أكيد التطوع هو واجب ديني وفعل كذلك حضاري، وككل مناسبة دينية دائما جمعية كافي اليتيم حاضرة على غرار الجمعيات الجزائرية ترافق دائما الأيتام وترافق العائلات المحتاجة. نتحدث بداية عن البرنامج المسطر المتزامن دائما مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وطبعا مرة أخرى يعني أشكرك وأشكر كل العاملين في هذه القناة المباركة، قناة كل العائلة الجزائرية، على هذه الدعوة الكريمة وإعطائنا الفرصة للحديث عن هذه المواضيع اللي هي مهمة جدا، موضوع التكافل، موضوع التطوع، موضوع خدمة الآخر، موضوع التعاون والتكافل الاجتماعي. طبعا في هذه السنة يتزامن المولد النبوي الشريف مع الدخول الاجتماعي، فالجمعية الخيرية كافي اليتيم على المستوى الوطني سطرت برنامجا يتعلق بهذه المناسبة، مناسبة المولد، ويتعلق كذلك بالدخول الاجتماعي. بالنسبة للدخول الاجتماعي، طبعا الجمعية وفية لالتزامها مع يعني هؤلاء الأيتام
في الدخول المدرسي، ونحن دائما في الدخول المدرسي نجهز التلاميذ المنتسبين للجمعية بالحقائب المدرسية بكل مستلزماتها المآزر على المستوى الوطني، حتى يدخل هذا التلميذ كباقي الأطفال ولا يشعر بالنقص في يوم الدخول المدرسي أو الأسبوع الأول للدخول المدرسي. تعرفين أنت أن المعلم دائما في الأيام الأولى يطلب من التلاميذ مستلزمات وكذا، فالتلميذ الذي لا يحضر المستلزمات يستشعر ذلك النقص مع يعني بين أقرانه وبين يعني الأطفال اللي معه في القسم. فنحن نحاول أننا نوفر كل هذه المستلزمات لأبنائنا حتى يدخلوا كلهم كباقي الأيتام وباقي الأطفال عفوا. ولا بد أن نشير هنا أنه وهي مهمة جدا أنه الدولة الجزائرية يعني وفية لطابعها الاجتماعي منذ بيان أول نوفمبر، أنه الدولة الجزائرية عندها الطابع الاجتماعي محافظة عليه إلى الآن، بحيث أن الدخول المدرسي توفر يعني الدولة الجزائرية للفئات الهشة، يعني هذه المنحة منحة يعني الفئات الهشة الخاصة بالدخول المدرسي، فالأيتام يستفادوا كغيرهم ونزيدوا حنايا نوفر لهم هذه المستلزمات، وهذا مهم جدا كما ذكرت. الأمر الآخر وهو يتعلق بالمولد النبوي الشريف، نحن ننتهز هذه الفرصة لإقامة يعني احتفالية في كل يعني الفروع التوعى على المستوى البلدي على المستوى الولائي. البارح فقط يعني درنا احتفالية بمناسبة المولد وقرناها بتكريم المتفوقين في مختلف الأطوار يعني الابتدائي والمتوسط والثانوي، حتى نشجع يعني أبنائنا على التميز وعلى التفوق والنجاح في دراستهم، لأنه لا يكفي أن نجهز التلميذ بحقيبة مدرسية، ولكن ممتاز خاصة أن المولد النبوي الشريف هو ذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أكيد لابد كذلك من نشاطات ثقافية ودينية ترافق هذه النشاطات الخيرية من أجل التعريف بالسيرة النبوية الشريفة للأيتام وكذلك للأطفال والمتمدرسين. نعم، أنا ذكرت لك أنه لا يكفي أننا نجهز التلميذ بحقيبة مدرسية، لا يكفي أننا نوفر له الجانب الصحي مثلا، لا يكفي أننا نوفر له الطعام واللباس، هذا كله مهم، ولكن لا بد أن نعتني ببناء هذا الإنسان، بناء شخصية سوية عقليا ووجدانيا، وطبعا هذا يكون منطلقه من البعد الحضاري لأمتنا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غنية بكل ما هو مادة لبناء هذا الإنسان. وننتهز نحن هذه الفرصة، فرصة المولد النبوي الشريف، لنركز على هذه القيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل أول ما جاء به وأول ما نزل عليه هو اقرأ، فنحث أبنائنا على القراءة وعلى التميز وعلى الاهتمام بالدراسة وعلى العلم، لأن نعتقد جازمين أن نهضة أي أمة لا تكون إلا بهذا العلم الذي حث عليه ديننا الحنيف. وقلت لك أن أول آية أو كلمة نزلت من السماء إلى الأرض على محمد عليه الصلاة والسلام كانت اقرأ، فالقراءة والعلم هو الطريق للوصول إلى نهضة هذه الأمة. مهم جدا كذلك هو أستاذ الكريم حتى يعني الجمعية الوطنية لكف اليتيم، يعني الحمد لله يعني يتم تجنيد العديد من الشباب المنخرط في هذه الجمعية، شباب متعلم مثقف متكون خريج الجامعة الجزائرية وخريج كذلك مراكز التكوين المهني. أهمية الاستثمار في هؤلاء الشباب وأهمية كذلك الاستثمار في هذه المواسم الدينية في موسم في ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال مناقشة مختلف الموضوعات الدينية، من خلال مناقشة مثلا موضوع الهدي النبوي والتحديات المعاصرة لشبابنا وغير ذلك. وطبعا نحن عندما نتكلم عن العمل الخيري يعني، وخلينا نتكلم عن العمل الخيري في الجزائر يعني اللي احنا رانا عايشين فيه ونعايشه يوميا، لابد ان نقر هنا ونسجل انه العمل الخيري يؤطره الشباب. صحيح. طبعا وعندما نتحدث عن الشباب من الجنسين يعني الذكور والاناث، ولعل الفئه الغالبه هم الاناث هم البنات، ولكن لا يبرزون في المقدمه والا فحضورهم قوي. أكيد. الذين يؤطرون هذا العمل الخيري يعني في عمل يومي هم الشباب كما ذكرت من الجنسين، والشباب هذا هو وقود هذا العمل الخيري.
ويقبلون على التطوع. ذكرتي أنت أنهم شباب يعني من الجامعات، من خريجي الجامعات، فمعظمهم إما رهم يعني في الجامعة في 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 طور الدراسة، إما هم متخرجون يعني جدد، فالنسبة يعني الغالبة هم من هؤلاء الشباب. طبعا عندما نتكلم عن التطوع، التطوع هو فرصة لهذا الشاب، لأنه إن لم نشغله بشيء إيجابي فربما ينحرف وينشغل بأمور سلبية. ولهذا هذا من الأدوار المهمة لما يسمى بالمجتمع المدني أو فعاليات المجتمع، الجمعيات الخيرية، دورها هو أنها لابد أن تستقطب أكبر عدد من الشباب في هذه الأعمال الخيرية، حتى يكون هذا الشاب تكون له فرصة تتبنى شخصيته بناء صحيحا، ويكون له ذلك الانتماء وذلك الولاء لوطنه. لأن الشاب لو تركناه لوحده منعزلا إنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، فسوف ينعزل ثم ربما ينحرف ويعني يروح لمجالات يعني سلبية. نتحدث عن المخدرات، يعني الشباب الآن هو عرضة لهذا الأمر بتاع المخدرات. شوفي معظم الشباب اللي منخرطين في عمل تطوعي تقريبا يعني سلكوا من هذا الوقوع صح. في شبكة وحبال هذا الآفة الاجتماعية صح. الخطيرة اللي عندها آثار يعني سلبية، تساهمون بطريقة غير مباشرة في تحقيق الأمن المجتمعي وفي مجابهة مختلف التحديات والانحرافات، وكما ذكرت الآفات الاجتماعية. نعم، هو شوفي علاج مثل هذه الظواهر أنا أعتقد يعني من خلال المعايشة اليومية لشبابنا، هو أنه أفضل طريقة لحماية الشباب من الانحراف سواء في طريق المخدرات أو طريق آخر، الانخراط في العمل الجماعي، هو الانخراط في عمل إيجابي، في عمل تطوعي، لأنه هذا يحقق له ذاته. الشاب هذا يولي يحس بلي عنده قيمه في المجتمع، يحس بلي راهو يؤدي رساله صحيح. وهذا يؤدي الى امر اخر وتقدير الذات، لانه هذاك الخواء الروحي وذلك الفراغ هو الذي يجعل منه عرضه للوقوع في حبال كل ما هو افات يعني سلبيه. ولهذا انا مره اخرى اؤكد انه الجمعيات الخيريه لابد ان تنتبه لهذه القضيه ذات البعد الاستراتيجي على المستوى الوطني، بمعنى لا تهتم بانها تاخذ مساعده من عند محسن وتعطيها الى ذلك المحتاج، ولكن لابد ان توسع دائره العاملين في الجمعيه مثلا او المنظمه الخيريه عن طريق استقطاب هؤلاء الشباب. مهم جدا. كذلك عندما نتحدث اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها كذلك في توسيع دائره الخير من خلال استقطاب المحسنين من مختلف ولايات الوطن وحتى من خارج الوطن، وكذلك من أجل أيضا جمع أكبر قدر ممكن من الإعانات لرفع معنوية الأيتام. نعم، شوفي هو عندما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي الآن فرضت نفسها، يعني أصبحت صحيح. وسيلة للتواصل، وأصبح الكبير والصغير يقبل على هذه الوسائل الآن، هل دورها في العمل الخيري أستاذ نعم. الكريم، هل الآن نستثمرها إيجابيا في العمل الخيري أو تصبح مجال لصناعة التفاهة؟ الآن لابد من العاملين في المجال الخيري أن يستثمروا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نلاحظ أن الكثير من الجمعيات معظمها الآن تتواصل يعني مع المحسنين، مع كل أطياف المجتمع عن طريق هذه الوسائل التواصل الاجتماعي. حتى لما نربط هذا الأمر مع قضية الشباب، الآن الشاب لما يولي الفضاء التواصل الاجتماعي هو مجال لعمل الخير، هو مجال لنشر ثقافة التكافل، لثقافة الخير، للتواصل الإيجابي مع الآخر، فهنا يولي يستعملها إيجابيا. وبالتالي مرة أخرى نقول بأن هذه الوسائل التواصل الاجتماعية سيف ذو حدين، إذا ما وظفناه في مجال الخير فسوف يكون له الأثر الإيجابي على المجتمع وعلى هذا الشباب، وإذا ما استعمل في الأثر السلبي فيكون له أثار وخيمة. فأنا أعتقد أنه الآن شبابنا الكثير منهم مقبلون على التطوع، مقبلون على العمل الخيري، ويوظفون هذه الوسائل التواصل الاجتماعي في إشاعة ثقافة الخير والتواصل الإيجابي مع كل يعني فئات المجتمع. مهم جدا. نتحدث كذلك عن مرافقتكم للأيتام لهذه الفئة، وما هي سبل إدماج هذه الفئة أيضا مع المجتمع؟ كذلك أنتم من خلال هذه الجمعية، من خلال نشاطاتكم كذلك تكتشفون مختلف القدرات ومختلف المهارات المتنوعة لدى هذه الفئة، هل تعملون كذلك من أجل تنميتها ومن أجل ترقيتها ومن أجل الاستثمار في هذه الفئة؟ طبعا أنا ذكرت لك أنه يعني بناء الإنسان هو الأهم، نعم. توفير الحاجيات المادية والأساسية هذا مهم جدا وضروري
وعنده يعني قيمة، ولكن إن لم نعتني ببناء الإنسان بشخصية الإنسان فنكون مقصرين في حق هذا الإنسان. طبعا احنا مجال عملنا هو الأيتام، نحن نجتهد أنه نروح لليتيم في بناء الشخصية تاعه، نرافقه عن قرب، لأنه لا يمكن أنه الآن أنا مثلا أرسل يعني حاجيات مادية، محفظة، مئزر، ألبسة لطفل في مكان ما توصله وتحبس هنا المهمة. لا بد أن نكون يعني قريبين من هذا الطفل، لا بد أن نستشعر حاجياته العاطفية، لا بد أن هو يحس بأنه متكفل به عاطفيا، متكفل به نفسيا، يحس بأنه هناك مجتمع يحتضنه، وهذا مهم جدا، وهذا عنده الآثار الإيجابية. طبعا احنا في الجمعية عندنا أعمال نقوم بالإضافة إلى هذا، نقوم بالمرافقة النفسية مثلا للأيتام. عندما نتكلم عن النجاح والتفوق الدراسي، نحن لا نجهز التلميذ فقط بل مثلا الأقسام المقبلين على الامتحانات، فنرافقهم، نوفر لهم دروس الدعم مثلا، نديروا معهم مثلا لقاءات تحفيزية مثلا كيفية المراجعة، تشجيعهم، وهذا ما نخليه حتى الأيام الامتحانات، يعني طيل يعني أيام الدراسة. وأنا من خلالكم يعني أتوجه بالشكر إلى كل الأساتذة، إلى كل المختصين اللي راهم يرافقوا هذا الأيتام، باش يكونوا ناس ناجحين، يكونوا ناس متوازنين، يكونوا ناس عندهم إحساس بالانتماء لهذا المجتمع، يعني ما يحس روحه أنه عايش لوحده في عزلة، وربما ليس هناك من يهتم به، لأنه ربما من أهم الأمور التي يحتاج الإنسان هو أنه يشعر بالاهتمام، يحس بلي كاين ناس مهتمين به. احنا نحاولوا أننا نكونوا عن قرب يعني من هذا اليتيم، وخاصة فيها أمر مهم جدا كذلك وهو الأمهات، نحاول يكون عندنا شغل مع الأمهات، لأنه في الأخير الأم إذا كان عندها دور إيجابي في تربية أبنائها فراح تكون أثار إيجابية. نعم، وبالتالي أكيد جمعية كف اليتيم الوطنية تساهمون يعني بأعمالكم بنشاطاتكم الخيرية، ليس فقط في توفير حاجات واحتياجات المادية للأيتام وللعائلات المحتاجة، وإنما كذلك تساهمون في التعليم، وتساهمون أيضا في العلاج، يعني العمل الخيري متنوع لدى جمعية كفل اليتيم من خلال توفير يعني من خلال نشاطاتكم، نشاطاتكم متنوعة ومنوعة، صحية وكذلك تعليمية وتربوية. نتحدث اليوم كذلك عن أهمية تدريب الشباب، تدريب كذلك الأطفال والأيتام في مختلف يعني في الإسعافات الأولية وغير ذلك. اليوم الكثير من الخبراء، وحتى اليوم بعض الظواهر يعني التغيرات المناخية، الأزمات البيئية، ونحن في عصر كذلك الأوبئة والأمراض، وشاهدنا مؤخرا بعض الكوارث الطبيعية، زلزال المغرب وكذلك إعصار ليبيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأموات وأن يشفي كذلك الأمراض وأن يلطف بالمنكوبين. أهمية كذلك تدريب الشباب قبل الأزمات لاكتساب مختلف المهارات من أجل دائما التوعية الصحية، ومن أجل كذلك تنمية الثقافة الصحية وثقافة حتى يتمكنوا كذلك من التعامل مع الكوارث الطبيعية لا قدر الله. طبعا شوفي أختي الكريمة، هذا موضوع مهم جدا. نعم. وهذا يدينا الحديث إلى الحديث عن المجتمع المدني بصفة عامة، يعني ما في المجتمعات الخيرية أكيد. فقط بصفة عامة. المجتمع المدني لابد أن يكون له أدوار فعالة في أوقات الأزمات، لأنه الأزمات هذه طارئة، بمعنى صحيح. قد تحدث في أي لحظة، وبالتالي لابد أن يكون دور المجتمع المدني مكمل لجهود الدولة في الحماية المدنية، في أفراد الجيش الشعبي الوطني، في مثلا الأسلاك الأمنية، في الهيئات الصحية، في مختلف الهيئات تاع الدولة تتدخل، ولكن هنا يأتي دور المجتمع مكمل لجهود الدولة. ونحن شاهدنا في حلائق مثلا شباب يعني ناشطون في الجمعيات الخيرية، هم كذلك تدخلوا يعني في عملية إخماد النيران، وفي عملية كذلك إنقاذ الضحايا. في جائحة كورونا كانت المجتمع المدني عنده دور كبير، لكن الآن السؤال المهم اللي ذكرته انت هي، وهو هل التدخل هذا يكون تدخل منظم، تدخل فعال، تدخل وفق ما يقتضيه المعايير العلمية واللازمة في ذلك الموقف. حدث زلزال مثلا، هل نجي نتدخل كمجتمع مدني بصفة يعني فوضوية؟ طبعا جهودنا راح تكون مكملة لجهود مختلف الأسلاك، ولكن احنا يأتي هذا قضية التدريب، بناء القدرات، بناء الكفاءات في وقت العافية. الآن احنا رانا في وقت العافية، فلا بد أن نستغل هذا الوقت،
هذا الظروف والإمكانيات المتاحة أننا ندرب هذا الشباب على أنه في حالة ما إذا وقع حريق كيف نتدخل، في حالة ما وقع زلزال كيف نتدخل، ما هي المواد التي تحتاج، كيف ننسق جهودنا مع مختلف، لأنه في بعض الأحيان يكون التدخل الفوضوي معيق أكثر منه مساعد. ولهذا بارك الله فيك على يعني الحديث عن هذا الموضوع، وهو لابد من إعداد، لابد من تدريب، لابد من بناء قدرات وكفاءات في هذا المجال، حتى لما تأتي ربما أزمة في شكل زلزال، فيضان، إعصار، ربما حرائق، ربما جائحة، فيكون التدخل بكفاءة ويكون بفعالية، وهذا يكون تنسيق جيد مع كل الهيئات والأسلاك المختلفة اللي تتدخل في مثل هذه الحالات. ما شاء الله، شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم. كذلك نتحدث، نعود للحديث عن المولد النبوي الشريف، نتحدث كذلك اليوم أهمية توعية الأيتام، أهمية توعية الأطفال بصفة عامة والمتمدرسين كذلك بخطورة وبالأحداث التي تسببها المفرقعات والألعاب النارية. هل فيه كذلك حملات تحسيسية وتوعوية كذلك في المدارس، أو أيضا يعني في أوساط العائلات أو في أوساط الأيتام؟ طبيعة الحال الآن تشوفي يعني وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحديث عن الاحتفال بالمولد، هل هو بدعة، هل هو، فإحنا في الحقيقة المفروض لابد أن يتوجه حديثنا إلى الشيء اللي ذكرتيه، وهو أننا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حضاري، بحيث أننا يكون هو فرصة للتذكير بالقيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكون فرصة لاستعمال هذا المظاهر السلبية، المفرقعات اللي هي بالإضافة إلى أنها تحدث يعني أو تكون خطرا على أبنائنا وعلى والكثير من الأطفال في مثل هذه المناسبات يتعرضون لحوادث خطيرة. بالإضافة إلى هذا فهي في مجال آخر هي التبذير، لأن المفرقعات هذه الناس تصرف عليها يعني أموال يعني، وهي شكل من أشكال التبذير الذي نهينا عنه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فزيادة على أنها خطر فهي تبذير، وبالتالي لابد أن يكون عندنا دور، سواء كأئمة يعني السادة الأئمة في المساجد عندهم دور، الأولياء في البيوت عندهم دور، في المدرسة يعني عندهم دور، إحنا يعني كجمعيات وكمنظمات مجتمع مدني عندنا دور، الكل لابد أن يكون عنده دور في تفعيل هذا الحالة من الوعي عند المجتمع، بحيث أنه لا يقتني هذه المفرقعات في هذه المناسبة، وإلا هذا إنقاص من قيمة المولد النبوي الشريف أن نحتفل به بالمفرقعات، واللي يكون عندها يعني ضرر على المجتمع بصفة عامة، ضرر اقتصادي وحتى من ناحية يعني تشكل خطر على الناس. فهذا يعني قلت لك إنقاص من قيمة هذا المناسبة أننا نردها تختزل في مفرقعات، بل لابد أن ننصرف إلى هذا القيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بنى بها هذا المشروع الحضاري اللي جاء به الإسلام. إذا أردنا أن ننهض بأمتنا لابد أن نعود إلى ذلك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وننتهز مثل هذه المناسبات، مناسبة المولد، لنحيي آثار محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد أن أسجل هنا أنه الآن في كل ربوع الجزائر كاين واحد الظاهرة إيجابية جدا، وهو تصيبي مثلا المساجد، تصيبي مثلا الجمعيات، تصيبي القنوات التلفزيونية تحتفي بمحمد صلى الله عليه وسلم بشكل حضاري، بحيث أنه صحيح تتحدث عن القيم وتتحدث عن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الآن فيه يعني أسابيع المولد النبوي الشريف، ربيع الأنوار، شهر الأنوار، يعني كل هذا شيء إيجابي، فمن خلالكم نحيي كل يعني السادة الأئمة، مديريات شؤون دينية والأوقاف، الجمعيات المختلفة، القنوات التلفزيونية ومنها يعني قناة القرآن الكريم مشكورة، يعني تحيي هذا المناسبة بشكل حضاري الذي يعود يعني بالإيجابية على الأمة. نعم، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ علي شعواطي رئيس الجمعية الوطنية كافل اليتيم، شكرا. بارك الله فيك، كلمة ختامية الدعوة، ومرة أخرى أشكركم ونهني الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة الطيبة الكريمة،
وإن شاء الله تكون فرصة لأننا نعود إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لنبني كل ما هو جميل في هذا الوطن إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وكما ذكرت أكيد مشاهدينا الأفاضل نحتفل ونحيي هذه الذكرى, ذكرى مولد النبوي الشريف, ونفرح ونحييها من خلال الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام, وكذلك من خلال الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وترك كل المظاهر, مظاهر الاحتفال المكروهة التي قد تسبب بعض الآثار والتي لها آثار خطيرة أكيد على المجتمع وعلى الصحة. إذا مشاهدينا الأفاضل نحييكم, نلتقي بحول الله غدا وإلى اللقاء. سيدي يا حبيبي يا شمسي.